اللي هو كامل الوزير الحقيقه هو بيتكلم بيقول على كانت نقطه مهمه جدا ان جيش مصر هو جيش الشعب، لا جيش طائفي ولا جيش حزبي ولا جيش مذهبي ولا اي حاجه زي اللي حوالينا، انما هذا الجيش هو جيش مصر، ودي حقيقه. النقطه بس اللي ما قالوش اللي هو كامل وهو بيتكلم بيقول انا اخويا، انا في بيت اخويا مدني وابني مدني وزوجتي مدنيه، ما دي حقيقة. طيب هو لما نعكس الآية بقى، هو الجيش ده جاي نتائج يعني حاجة تانية، ولا هو ابن الشعب ده؟ لما يكون الجيش هو ابن الشعب، الشعب ده اللي بيقدم الجيش ده، وهي دي عبقرية الشعب المصري. عايز بس أقول لحضراتكم عبقرية الشعب المصري ليه؟ لأن إحنا في وقت من الأوقات اتهزمت مصر، وكانت هزيمة مرة وصعبة. مين اللي صلب عود مصر؟ الشعب لما وقف، والشعب اللي قدم من ولاده 1,300,000 راحوا الجيش. الشعب، الست المصريه الزوجه اللي هي زوجه ضابط، زوجه مجند، زوجه صف ضابط، الست اللي استحملت ان كان بتشوف جوزها كل 4 اشهر مره، اللي هي عارفه انه عمال بيجهز عشان هيموت، او بيجهز نفسه ويواجه الموت لان هي شغلانته عشان يموت. ده الشعب، ده هو دي عبقريه الشعب. فده الشعب ولاده اللي في الجيش، مش ولاد حد تاني. فعشان كده الجيش ده بتاع الشعب. يعني لما هي دي الحكايه، انا مش قادر افهم مين اللي عمال يلعب في الحكايه ديت. عمالين ناس تتكلم لك وصك الشعب، واصل يسقط حكم مش عارف ايه، الكلام ده كله يسقط ايه؟ يعني انت عايز تسقط الشعب. لما انت عايز تسكت ده، لان دول تسكت الشعب، لان ده اكبر، الشعب ده اكبر انجاز عمله الشعب في تاريخ مصر المحروسه، هو انه قدم جيش مصر في الفتره دي كلها. هذا اللي هو الجيش اللي هو حافظ على نفسه، وهذا الجيش النظامي اللي هو ربما اللي هو اللي موجود دلوقتي في المنطقه، اللي عمل ده الشعب المصري، عبقريه الشعب المصري. هم دول ولاد، هم دول الجيش ده ابن الشعب ده. اللي عايز يقول بقى حاجه للجيش ده، يبقى انت بتعايز بتضرب في الشعب، الشعب هيذبحك. طبيعي ان النهارده لما تبقى في مهمه، المهمه النهارده اللي في القناه ديت قد ايه؟ انا عايز بس تشوفوا حضراتكم علاء الكحكي كبير الشبكه التلفزيون النهار، وقد ايه كان انفعاله علاء. كان هو انا لقيت والده، قعدت مع والده، لقيت حد بيقول لي والد الاستاذ علاء عايزك، رحت له لقيته عمال يعيط بيبكي بحرقه. قال لي شايف؟ معقوله ده بيحصل؟ معقوله هنعمل ده؟ ما كانش شاف الحقيقة. يعني الكلمة اللي قالها علاء ولما قال تحيا مصر كانت مؤثرة جدا. نشوف علاء اللي كحكي عمل ايه. ياللي بنيت الهرم قبل الزمان بزمان، وبنيت لنفسنا السد في أسوان، كمل لمجد الوطن وابني كمان وكمان، كمل لمجد الوطن وابني كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. وبشكركم وبشكر كل اللي حضروا، وبشكر الرجالة اللي بيحفروا مشروع تاريخي لمصر. وأنا عايز أقول شهادة حق، يعني أنا واثق بعد ربنا سبحانه وتعالى بإن القناة هتكون شغالة في الميعاد اللي الجيش قال لنا عليه. انا بناتي ووالدي جايبهم معايا عشان يحضروا التاريخ ده، وعشان قدام يقولوا احنا كنا في المكان ده وهو صحرا. بقول لكم المصري بفضل الله ما يقدرش عليه حد، ما يقدرش عليه حد.
أرجوكوا، أنا لاحظت الفترة اللي فاتت من كل ما احنا عمالين نقول تحيا مصر ما بقيناش بنقولها من قلوبنا. لو فكرتوا شوية كده واحنا جايين وراكبين المعدية وشفنا وتفتكروا الدبابات وهي معدية في حرب 73، وهتفتكروا الناس اللي ماتت في حفر قناة السويس، لازم بجد نقول من قلوبنا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا وربنا معاكم، والجيش والناس اللي بتحفر على راسنا من فوق. سمي صلي كبر توصل فوق المعجزة واكتر.